في موقف طريف بقى في الطلاق. كنت حالة كانت صعبة جدا، وقعدت معاهم تقريبا قرب ساعتين كويس. وخلاص يعني بحاول ولسه يعني الناس وكان بدأت، الكلام على ايه بقى وقتها؟ وكان خلاص يعني هيطلقوا يعني هيطلقوا. فالمهم كان وقتها كان في ماتش محمد صلاح بيلعبه، انا مكتبي وقتها كان في الدور الارضي. عشان خاطر مو طيب. ايوه حلو ده. انا كنت في الدور الارضي، المكان اللي انا فاتحه فيه مليان كله كافيهات وكده، فطول كله اتفتح طبعا التلفزيونات وكله متجمع، فاي صوت بيسمع. ففجاه لقينا الناس بتقول هي بصوت عالي. انا 5 ثواني كل اللي قدامي اختفوا، الكل طلع يجري. يا جماعه رجاله فخر العرب، بسم الله ما شاء الله، اثر ووصل. رجاله وستات، كل الناس اختفت من قدامي. وبص بعد ما كنت مندمجه ومتاثره، ويا جماعه والبيت والولاد دلوقتي خالص، فجاه ما لقيتش حد قدامي، كله جري على اقرب كافيه جنبي يبص يشوف مين اللي جاب الجون. طبعا الموضوع ده مش قادره اقول لكم فك الدنيا ازاي. طبعا كله جاي يضحك طبعا يا مو صلاح يا مصالح. انا رساله من هنا انا بوجه لك رساله من هنا بسببك، في اتنين ما ده مشيت يا جماعه، ده حكايه فخر العرب فعلا. كان محمد صلاح سبب منعها أثر من غير ما يعرف، من غير ما يعرف يعني، وصل لمحافظه الاسماعيليه بالتحديد في شارع فاروق. فخر العرب والله، فخر العرب. دي كانت من اكتر الحالات الطريفه عندي في الطلاق، غير طبعا البيبسي والحاجه الشوكولاته والزغاريت والصواريخ اللي بتتفرقع في الطلاق. لا ثانيه واحده، ده موضوع كبير، ده احنا بنتفرج على الحاجات دي في الافلام بس. احنا لا حقيقه